نازلة مسرجة في طريقها إلى مسارة مخصصة للمشي وصعود تلال مرجلة في العاصمة إسلامباد، حيث لا طريق أمام المركبات الآلية. خيول شرطية تابعة لفرقة الخيالة، فرقة دربت على المطاردة في المناطق الوعرة وضبط أمنها. شرطة إسلامباد لديها 4 نقاط لفرقة الخيالة، إحداها في الحي الدبلوماسي. تسير دورياتنا في مثل هذه المناطق والحدائق والمنتزهات العامة التي تكثر فيها الجرائم. في هذه الغابات الشاسعة المساحة يعمل رجال الأمن مع فريق مجلس إدارة الحياة البرية في إسلامباد على تأمين ضيوف الغابات وساكنيها البريين من مختلف الطيور والحيوانات المفترسة. يوجد في هذه المحمية الطبيعية نحو 38 نوعا من الحيوانات البرية ونحو 300 نوع من الطيور البرية، ومن واجبنا الحفاظ عليها وحمايتها من السرقات. فرقة الخيالة حظيت بإشادات واسعة من زوار هذه المسارات وهواة رياضة صعود الجبال. خيول حضرت فغيبت تلوثا دخانيا وضجيجا كانا ناتجين عن استخدام الدراجات النارية. أشعر بطمأنينة أكثر مع وجود شرطة الخيالة هنا، فإلى جانب حمايتهم وحضورهم السريع إن حصل أي طارئ فإنهم يرشدوننا إن ظللنا الطريق. مختالة في مشيتها رغم أنها لا تتجاوز في العاصمة 100 خيل لكونها بادرة جديدة. أفرادها يستجيبون للمكالمات الطارئة وينفذون مهامهم في وقت قياسي. هنا عادت هذه الخيول لتفرض حضورها في مثل هذه الأماكن الوعرة، فإلى جانب تميزها في المطاردة وصعود الهضاب والتلال والهبوط منها، فهي كذلك لا تحمل مخاطر بيئية كتلك الناجمة عن البدائل الأخرى مثل الدراجات النارية. بلال الأسطل، العربي، إسلامباد.